جاء في معجم ابن الأعرابي من أن خالد ابن الوليد استشار أخته في شيء فأشارت عليه فأعجب بذلك، فقام فقبل فمها واحتج به الإمام أحمد رحمه الله، احتج بالتقبيل، لم يذكر الفم لكن احتج بالتقبيل. ومثل هذا نص العلماء على أنه في المحارم لا يقبل الفم، لأنه سبيل قوي في تحريك الشهوة. لكن أنا وجهت هذا الفعل من خالد من أنه لا شعوريا من الفرحة حصل التقبيل، ومن خلال هذه الفرحة لا يمكن أن تكون هناك شهوة. ثم بحثت فوجدت أنه جاء في مصنف ابن أبي شيبة من أنه إنما قبل رأسها، وعلى هذه الرواية يكون هذا الحديث من ضمن أحاديث تقبيل رأس المحارم. ولذلك لو قبل رأس صاحبه فلا إشكال، لو قبل رأس إحدى محارمه فلا إشكال، ما لم تكن هناك شهوة، ما لم تكن هناك شهوة. ولذلك بعض الناس حينما نتحدث ونذكر النصوص الشرعية فيما يتعلق بالأمراض، فيما يتعلق بمثل هذه القضايا، يقول أنتم تشككون أو الحديث فقط عن الشهوة وما شابه ذلك. فنقول هذه نصوص شرعية وتحدث عنها السلف رحمهم الله، وكل ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم، فالأصل الجواز، لكن ما أدى إلى محرم فهو محرم. ولذلك نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن الإنسان كما في مجموع الفتاوى، على أن الإنسان لو نظر إلى محارمه نظر شهوة فلا يجوز له أن ينظر إليهن، مع أن الأصل هو الجواز. لكن لا يعني فيما ذكرناه من أن السنة جاءت به أنه مستحب، لا، لو فعل يكون جائزا، لأن الأصل في الاستحباب ما هو؟ المصافحة، المصافحة كما سيأتي. ولذلك البراء بن عازب كما ثبت عند البخاري في الأدب المفرد قال من تمام التحية كما ثبت عن أن تصافح أخاك، فالشاهد من هذا أنه يجوز لكن أحيانا وليس سنة، وإنما يجوز أحيانا، وإذا جاز أحيانا بشروط: ألا تلغى المصافحة التي هي السنة، وألا يكون الغرض غرضا دنيويا، وألا يكون على وجه الاستمرار وإنما أحيانا، وألا يكون لشهوة.